كرة رجعت لصالح فريق طلع الجيش، فريق اللي حقق 3 انتصارات، والثلاث انتصارات كانت في الدور الأول في الجولة الثانية على إنبي في هذا ملعب 2-1، ثم الفوز على حساب المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة ب3 أهداف لهدف 1، وآخر انتصار وكان هو الفوز الثالث على حساب فريق البنك الأهلي بهدف دون مقابل يوم 20 ديسمبر 2022 من قرابة حوالي 4 شهور، والفريق لم يحقق انتصار ثالث رابع. هوبا يا سلام على كرة وقذيفة من بول جوليوس، وبتحضير عن طريق اللاعب محمد شريف حتحوت. خلاص ها هي لحظة الصمت ولحظة السكوت لجماهير المحلة التي جاءت لتغرد وتغني وتهتف لصالح فريق غزل المحلة، بينما الشباك هي التي تهتف الآن باستقبال الهدف الأول من صناعة حتحوت ومن قذيفة وبالقدم اليمنى لبول جوليوس النيجيري، بعد ترويض رائع للكرة، بعد ترويض ممتاز للساحرة من داخل منطقة الجزاء، و هروب من رقابة المدافعين والتسديدة بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى عمرو شعبان